بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 52 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيك. على بركة الله نبدأ برسالة أبو حمزة من اليمن من تعز، يقول: فضيلة الشيخ، يوجد عندنا خطيب للجامع يتأخر يوم الجمعة في بيته، وإذا أتى انتظر خارج المسجد حتى يدخل الناس إلى المسجد، ويقول بأنه إذا دخل قبلهم طويت الصحف ويحرمون الأجر، أرجو الإفادة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالواجب على الإمام أن يخطب ويصلي إذا دخل وقت صلاة الجمعة، وذلك بزوال الشمس. فإذا زالت الشمس فإنه يدخل المسجد ويرقى على المنبر ويخطب، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا ينتظر دخول الناس، إنما ينتظر دخول الوقت. إذا دخل الوقت فإنه يبدأ الخطب، والناس إذا سمعوه جاءوا. والكسلان لا ينتظر، الكسلان لا ينتظر، هذا مما يشجعهم على الكسل وعدم الحضور. الواجب على الإمام أن يراعي الوقت وأن يبدأ الخطبة للجمعة بدخول الوقت. نعم. يقول السائل من اليمن تعز: أسكن بعيدا عن المسجد بمقدار نصف كيلو متر، ولا أسمع الأذان إلا في بعض الأوقات بالمكبر، فهل علي حرج إذا صليت في بيتي منفردا أو مع زوجتي؟ إذا كان عدم سماعك للمؤذن لآفة في أذنيك، فهذا لا يسقط عنك حضور الصلاة، يجب عليك الذهاب للمسجد. أما إذا كان عدم سماعك للأذان ببعد المسافة، فهذا لا يجب عليك الحضور. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فرتب الحضور على سماع النداء، فإذا كان لا يسمعه لبعد المسافة فهذا له رخصة في أن يصلي في بيته، ولا بأس أن تصلي معه امرأته. أما إذا كان عدم سماعه للنداء لآفة في سمعه، وإلا هو قريب المسافة من المسجد، فهذا لا يسقط عنه حضور صلاة الجماعة في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة أخرى وصلت من السائلة مها من القصيم، تقول: يا فضيلة الشيخ، يقول البعض من الناس بأنه إذا نام الشخص يكون عن يمينه ملك وعن يساره شيطان، هل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ لا أعرف لهذا أصلا، ولكن إذا نام لا يكتب عليه شيء، رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فلا يكتب عليه شيء وهو نائم. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة مها من القصيم: فضيلة الشيخ، هل الفتاة التي لم تتزوج في الدنيا هل يكون لها زوج في الآخرة إذا كانت صالحة؟ كل مسلمة التي لها زوج والتي ليس لها زوج، كل مسلمة إذا دخلت الجنة فإنها تزوج في الجنة، يكون لها زوج في الجنة. نعم. لعل لكم توجيه في حث الفتيان والفتيات فضيلة الشيخ على الإسراع في الزواج والتبكير في الزواج. لا شك أن هذا من أعظم المصالح، المبادرة بالزواج من أعظم المصالح للزوجين وللمجتمع أيضا. فمن كانت عنده المقدرة على الزواج فليبادر، بقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم صالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلا شك أن الزواج له مصالح عظيمة، وأعظمها أنه أغض للبصر وأحسن للفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الإنجاب، إنجاب الذرية التي
تنفع الوالدين وتنفع المجتمع، وفيه التكافل بين الزوجين، المرأة تقوم بخدمة البيت وتربية الأولاد، والأب يقوم بطلب الرزق وتوفير الحاجات لهم، ففيه تكافل وتعاون. التعذر بإكمال الوظيفة وإكمال الدراسة عند بعض الأخوات فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيه؟ هذا خطأ، لا يؤخر الزواج بحجة إكمال الدراسة أو إكمال الوظيفة، لأن هذا مما يعين على الدراسة. الحقيقة أن الزواج يعين على الدراسة، والوظيفة لا تتنافى مع الزواج. الواجب على المسلم إذا أمكنه، ذكر أن كان أو أنثى، إذا أمكنه الزواج أن يبادر. نعم، أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من أبو صقر من اليمن، يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وتتحدث مع إخوان زوجها؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند أقارب زوجها من إخوانها وغيرهم، لأنهم أجانب منها، ليسوا محارم، فيجب عليها أن تستر وجهها وتستر جسمها عنهم، ولا بأس أن تجلس معهم في مكان منعزل ليس فيه اختلاط وتتحدث معهم وهي محجبة، لأن هذا ليس فيه خلوة وليس فيه محذور، لكن مع التحجب. والله جل وعلا يقول للصحابة مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أطهر مجتمع على وجه الأرض، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعلل الحجاب بأنه أطهر للقلوب، والطهارة مطلوبة لكل مسلم دائما وأبدا. إذا كان هذا الخطاب للصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أطهر أهل الأرض وأزكاهم، فكيف بغيرهم؟ نعم، جزاكم الله خير. له سؤال آخر، يقول هذا السائل، أسأل عن شرب الدخان، هل هو من المحرمات وما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ نعم، الدخان من المحرمات، والدليل من الكتاب والسنة قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان من الخبائث، لا شك أنه من الخبائث في رائحته وفي طعمه وفي أضراره المبرحة التي قررها أطباء العالم، وأنه ضار 100%، وليس فيه منفعة بوجه من الوجوه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، والدخان مفتر، ونهى عن قتل النفس، والدخان فيه قتل النفس ولو على المدى البعيد، فهو يورث الأمراض التي شخصها الأطباء، أعظمه السرطان وغيره من الآفات. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أسأل عن حقوق الزوج على زوجته، وما هي حقوق الزوج على زوجها؟ كل منهما حقوق. حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن لا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، وأن تجيبه إذا طلبها بالفراش ولا تمتنع، وكذلك أن تقوم بعمل البيت وتربية الأولاد، هذا من إعانة الزوج على المهام. والزوج يجب عليه لزوجته النفقة والسكنة والكسوة والمسكن والمعاشرة بالمعروف، على جل وعلا، وعاشروهن بالمعروف. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل يحيى محمد يقول، هل يجوز الكلام أثناء خطبة العيد؟ نعم، يجوز الكلام أثناء خطبة العيد، لأنه لا يجب حضورها، يجوز الإنسان ينصرف، وإذا وله أن يتكلم لا يحرم عليه ذلك، ولكن الأفضل أن ينصت ويستفيد. إذا بقي ولم يخرج، فالأفضل له أن ينصت ويستفيد ولا ينشغل بالكلام. نعم، أحسن الله إليكم. يقول، إذا سلم الإمام واتجه إلى الناس وقرأ الأذكار، هل يدعو وهو على حاله متوجه إلى الناس أم يتوجه إلى القبلة؟ أولا، قول السائل قرأ الأذكار، نعم، هذا فيه ملاحظة، نعم، لأن بعض المبتدعة يقرأ أذكارا ويرددها الحاضرون جماعية، هذا بدعة. ولكن الإمام والمأمومون كل يذكر الله في نفسه، لنفسه، بدون أن يرتبط مع الآخرين وأن يكون ذكرا جماعيا يرددونه، هذا بدعة. فالإمام يذكر الله لنفسه، والمأمومون كل يذكر الله لنفسه بما ورد من الأذكار بعد الصلوات، مثل التهليل والتحميد والتسبيح تكبير غير ذلك مما ورد. وأما الاجتماع على ذكر بصوت واحد فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطة. والدعاء بعد الصلاة أيضا مشروع وحري بالإجابة، الدعاء في بعد الصلاة وفي دبر الصلاة مشروع،
وحريم بالإجابة، فعلى المسلم أنه يدعو بعد الصلاة فريضة كانت أو نافلة، ولكن لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، وإنما يدعو بدون رفع يدين في بعد الفريضة. أما بعد النافلة فلا بأس أن يرفع يديه في الدعاء، ولا يتوجه إلى القبلة، الإمام لا يتوجه إلى القبلة، بل يدعو وهو مستقبل للمأمومين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يحيى أيضا عنده سؤال آخر عن الإقامة، يقول عندما يقيم المؤذن الإقامة هل أردد مثل ما يقول كما أفعل في الأذان؟ نعم، يتابع المقيم كما يتابع المؤذن، لأن الإقامة أذان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول. نعم. أخيرا يسأل السائل فضيلة الشيخ عن قاتل النفس عمدا، هل له توبة؟ حيث قال ابن عباس رضي الله عنه لا توبة لقاتل النفس عمدا. نعم، جمهور أهل العلم يرون أن له توبة، لأن الكافر إذا تاب والمشرك إذا تاب تاب الله عليه، كيف بقاتل النفس وهو مسلم؟ التوبة تجب جميع الذنوب من الشرك والكفر وقتل النفس، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية أخرى إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا كانت التوبة تمحو الكفر والشرك بالله عز وجل فإنها تمحو قتل النفس عمدا من باب أولى، هذا من حيث العموم. من حيث الخصوص الله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. فالله أخبر أنه يقبل توبة هؤلاء، ومنهم القاتل والذين لا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، الله يقبل توبة القاتل. وأما قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهذا الوعيد، هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت، لكن مع العلم بأن القاتل لا يكفر، وما دام أنه لم يكفر فإن توبته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وأما قوله خالدا فيها هذا خلود مؤقت ليس خلودا مؤبدا، ما قال خالدا فيها أبدا وإنما قال خالدا فيها، فخلوده عبارة عن طول مكفه في النار وطول بقائه في النار، فهو خلود مؤقت. و النصوص يجمع بينها ولا يؤخذ طرف ويترك الطرف الثاني. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يكفر القاتل ولا يرى أنه مخلد في النار، بل إنه يرى أنه لا بد أن يعذب ولكن يخرج من النار ويدخل الجنة كغيره من عصاة الموحدين، لكنه الجمهور يقولون يمكن أن يعذب ويمكن أنه لا يعذب، أن يغفر الله له ويتوب عليه داخل تحت المشيئة. أما ابن عباس رضي الله عنهما فيرى أنه لا بد من تعذيبه لهذه الآية، وليس معنى ذلك أنه كافر ولا أنه يخلد في النار دائما وأبدا. فينبغي فهم هذه المسألة فهما جيدا، ولا يفهم عن ابن عباس أنه يكفر القاتل. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ على هذا التوضيح. السائل من اليمن يسأل يقول أرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله أن يفسر هذه الآية الكريمة في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم، العرش له حملة من الملائكة، له حملة يحملونه من الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وعددهم في الدنيا أربعة. عددهم في الدنيا أربعة، فإذا جاء قيام الساعة انضاف إليهم أربعة آخرون فصاروا ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، زيادة على الأربعة الذين كانوا يحملونه في الأول انضم إليهم أربعة فيكونون ثمانية. قوله يومئذ يعني عند قيام الساعة، وفي الآية دليل على علو الله جل وعلا على خلقه، يحمل عرش ربك فوقهم. نعم. أحسن الله إليكم.
يقول هذا السائل والذي أرسل بمجموعة من الأسئلة: رجل كان لا يصلي ثم تاب إلى الله عز وجل، هل يقضي ما فاته من الصلوات وما هو الراجح في ذلك؟ الصحيح أنه لا يقضي، لأنه في تركه الصلاة متعمدا يكفر ويخرج من الملة، فإذا تاب إلى الله وحافظ على الصلاة دخل في الإسلام من جديد. والكافر إذا تاب والمرتد إذا تاب لا يجب عليه قضاء ما حصل، لا يجب عليه قضاء ما ترك في حالة الكفر وفي حالة الردة، وإنما يبدأ حياته الإسلامية من جديد. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في حديث قرأته قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، هل يكفي هذا لصلاة الفجر والعشاء في جماعة عن قيام الليل؟ هذا فيه فضل عظيم لهاتين الصلاتين، صلاة العشاء صلاة الفجر، على لبيان فضل هاتين الصلاتين. وإذا صلى من الليل وتهجد من الليل فهذه زيادة خير، والمسلم بحاجة إلى زيادة من الخير، فيحافظ على صلاة العشاء وصلاة الفجر وغيرهما من الصلوات الخمس، يحافظ عليهما مع الجماعة. وإذا صلى من الليل كان له زيادة أجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالجماعة وكان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، ما ترك قيام الليل. ليس معنى أنه إذا اقتصر على صلاة العشاء وصلاة الفجر يحصل له أجر من قام الليل، وإنما معنى هذا فضل هاتين الصلاتين والمحافظة عليهما. نعم، أحسن الله إليكم. السائلة التي رمزت باسمها بميم ميم ميم تقول: في المدينة التي أقيم فيها أسعار المهور غالية جدا تسبب عزوف الشباب عن الزواج، ما رأي فضيلتكم في ذلك من الناحية الشرعية؟ مأجورين. هذا خطأ وضرر، رفع المهور والمهالات فيها فيه مضار عظيمة، فيه إرهاق للمسلمين خصوصا الفقراء وتعويق للزواج، وفيه أنه سبب لعنوسة النساء وتعرضهن للفساد، تعرض الشباب للفساد. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن ييسروا المهور. الواجب على المرأة وعلى وليها أن يقنع بالمهر اليسير، لأنه أكثر بركة وأكثر خيرا، كما في الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وإذا زادت المهور إلى حد المغالاة رتب على ذلك مفاسد كبيرة، وربما تكون سببا للبركة بين الزوجين، لأن الزوج يتذكر هذا المهر الباهظ، وكل ما حصل من زوجته أي خلل فإنه يوبخها ويقول كلفتك كذا وكذا من المهر. أما إذا جاءت المرأة بمهر يسير هذا مما يحببها إلى زوجها، فالواجب على المسلمين أن يراعوا هذا الجانب العظيم وهو تيسير المهور. نعم، أحسن الله إليكم. سائلة من الجزائر تقول في هذا السؤال: إذا منع الزوج زوجته من رؤية أهلها، وإذا ذهبت هذه المرأة لزيارتهم دون إذن من الزوج، فما الحكم في هذا العمل؟ مأجورين. لا يختلف اختلاف السبب في منعه، إن كان أن أهلها يفسدونها عليه ويخربونها عليه فله الحق في منعها من ذلك. أما إذا كان أهلها لا يفسدونها عليه ولا يتدخلون في شؤونهما فليس له حق المنع من زيارة أقاربها وأرحامها، ليس له حق المنع، فلها أن تزورهم. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة السائلة أمة الله ميم 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 تقول: كيف تكون المرأة ملتزمة التزاما يوافق الشرع، فكيف تكون على أحسن حال في هذا؟ مأجورين. ملتزمة إذا حافظت على طاعة الله وتجنبت محارم الله، حافظت على الفرائض وأركان الإسلام، وحافظت على الحشمة والوقار، وابتعدت عن السفور وعن الاختلاط بالرجال وعن أسباب الفتنة، و صانت فرجها وأطاعت زوجها وأدت ما فرض الله عليها، فإنها بذلك تكون امرأة صالحة سعيدة في الدنيا والآخرة، كما في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. نعم، أخيرا فضيلة الشيخ تسأل الأخت وتقول: كم تكون زكاة الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ ربع العشر 2.5% 2.5% من المئة. نعم،
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم استفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.